اسمي نور أحمد، مريضة سرطان الثدي من الدرجة الرابعة. اسمي فرح، وأنا أحد سيرفايفر فروم بريست كانسر. أصبت بسرطان الثدي مرتين، وفي كل مرة كان مختلف عن الثاني. كان في ألم ومعاناة، كانت صدمة قوية، لكن كان في سبورت من الأسرة، من كل من حولي. لما عرفت أن أنا مصابة بسرطان الثدي النقيلي، كان إحساسي جداً متخربط. كانت صدمة. زوجي دائماً هو سبورت لي، يعني دائماً وأبداً الحمد لله رب العالمين. بعد الصدمة اللي تلقاها زوجها من التشخيص المرض، أكدت عليه أن إحنا بنكون داعمين له مع الطاقم الطبي ومع المستشفى، وبنكون متابعين الحالة. لدينا العديد من العلاجات لسرطان الثدي، وهي تتراوح ما بين العلاج الجراحي، العلاج الكيماوي، العلاج الإشعاعي والعلاج الهرموني. بالنسبة للعلاج الجراحي، نقوم باستئصال الورم مع المحافظة على الثدي متبوعاً بالإشعاع، وذلك بعدة طرق جراحية تسمى الأنكوبلاستيك تكنيك. وإذا كان الورم أكبر من حجم الثدي، نقوم بتصغير الورم بالعلاج الكيماوي لتتم العملية بسهولة وسلاسة، وهي استئصال الورم والمحافظة على الثدي. الحمد لله مع التطورات الجديدة في العلاجات المتوفرة، في أمل حتى لو في مراحل متأخرة من العلاج، لم يعد العلاج الكيميائي العلاج الوحيد المتوفر لمرضى السرطان. وهناك العلاجات المناعية، العلاجات البيولوجية، العلاجات الهرمونية. عندنا لجنة طبية متخصصة تقوم بالاجتماع أسبوعياً لتناقش جميع الحالات التي شخصت بسرطان الثدي، وتشمل جميع التخصصات: الجراحين، دكاترة الأورام، دكاترة الإشعاع، دكاترة علم الأمراض، ودكاترة الأشعة. خطة علاجي بدأت بعلاج هرموني، هو يكون مدى الحياة. نصيحتي لكل النساء ما يهملون الفحص المبكر، هو شيء يعني جداً مهم لكل بنت أو كل متزوجة ما تهمله. الحمد لله كل التحاليل الحين أثبتت أني سليمة. لا حياة بدون تفاؤل. إحنا نساء قوة، بنزرع الأمل. سرطان ما بيخوف، ممكن ننتصر عليه بالأمل وبالإرادة وبالقوة. مدام في إيمان قوي وإرادتنا قوية، بننتصر. يعد سرطان الثدي من أكثر السرطانات انتشاراً بين النساء، ولذلك أنصح النساء من عمر 40 القيام بالماموغرام لكشف عن المرض في المراحل الأولى، لأن نسبة الشفاء فيه تكون من 90% إلى 100%. نصيحتي لكل النساء، أقول لهم لا تترددين. بمجرد أن تلاحظين أو تشوفين أي شيء مو طبيعي في صدرك، لازم تقومين بزيارة الطبيب للفحص السريري. دكتورة عايشة، أنا أسميها دكتورة الروح، لأن روحي جداً تغيرت منها. مريت بمرحلتين من العلاج، والحمد لله في كل مرة كنت أقوى من الثانية. والشكر هنا للطباء مدينة الشخبوطة الطبية وشيوخنا، الله يطول في عمرهم، وفرونا الدواء والعلاج. مدينة الشيخ شخبوط من كل طاقم يحسسوني أن أنا محور الكون لهم. أشكركم جداً مدينة شخبوط الطبية لكل شيء سويتوا لي خلال هالسنوات.